إذا حصلت قناة دجلة على لائحة بأسماء الأشخاص المشمولين في التنقلات الأخيرة التي جرت من قبل التربية، فيما أظهر الشمول شخصية متوفية منذ أكثر من عام في محافظة ذي قار. نعم علي، التنقلات التي جرت مؤخرا على الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة ذي قار أثارت حفيظة العديد من الذين لم تطالهم أو طالتهم بشكل سلبي، ما أدى لتساؤل البعض عن الآلية المعتمدة من قبل المسؤولين عن تلك التنقلات ومدى فعاليتها على الجانب التدريسي، خصوصا بعد شمولها إحدى المعلمات والتي وافتها ألمانية منذ أكثر من عام.